جزاكم الله بالخير وحياكم الله من محمية الوشم للطيور. تفضلي. الله يحييك، زرعتنا البركة، الله يطول عمرك. هذه اسمها الطيور الزيبرا، أبعطيكم نبذة عنها اللي هالحين هنشوفوها. تعالوا، هذه طيور استرالية واندونيسية، أليفة جدا جدا، تتكاثر بسرعة. عندي طبعا 15 نوع من الطيور، هذا واحد من الطيور هذه، إن شاء الله أعرفكم على البقية الآن. هذه طيور الكروان، من أجمل الطيور طبعا، اللي بيحافظ عليها ويعلمها تتكلم مستقبلا، تتكلم. هي طيور غير أليفة، أنا خلصت تعريفها وتجي على اليد زي ما أنتم شايفين، تجي على اليد كلها وتاكل، ومنظرها جميل. هي طبعا أكثرها أسترالي وأوروبي الطيور الكروان. هذا طائر الحسوس، هذا من أجمل أنواع الطيور في التغريدة، احسن من الكناري بتغريده، جميل جدا جدا، ان شاء الله بخليه ينتج عندي مشيئه الله. هذا اسمه طائر الجنه، يجي من جنوب افريقيا، عندي الحمد لله وانتج عندي ولله الحمد، جميل جدا. الذكر دائما ذيله طويل، الانثى ما لها ذيل طويل، هذا الميزه اللي في الذكر. مثل ما انتم شايفين الان، الطيور عليفة جدا جدا، توقع على اليد، توقع على الراس، مروضها ترويض تمام. انا بوريكم المطر الصناعي ان شاء الله بشغله، والان ناخذ لفة حرة الان تمشون في المحمية. المطر الصناعي وصوت الرعد الان تسمعونه، عشان تحسس الطير ان هذه اجواء استوائيه، مطر ورعد وكل حاجه فيه، حتى الزائر يحب الشيء هذا. الله يحييك.